بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. نحيي السادة القادة إلى هذا الاجتماع الذي سيكون له محور واحد، وهو العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة طبيعة الوجود العسكري للتحالف والولايات المتحدة في العراق بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بانسحاب القوات. وكما يعلم جميع السادة، نحن أكدنا على أهمية أن يجري هذا الأمر بشكل صديق وحواري وليس بشكل عدائي. الظروف تغيرت، الأوضاع أصبحت تتطلب إعادة دراسة هذا الملف بما فيه مصلحة العراق ومصلحة المنطقة والعالم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كشريك وكصديق في محاربة داعش وفي دعم الحكومة العراقية. سوية حققنا منجزات كبيرة، ما نريد لاختلاف وجهات النظر أن تكون خسائر وانكسار في علاقات حاولنا جميعا أن تكون إيجابية. كان هناك وجهات نظر مختلفة عند الطرفين، ما أنكر كان هناك وجهات نظر مختلفة داخل الصف العراقي، لكن بطول النفس والشرح والتفسير والدلائل والبراهين والحجج واللجوء إلى المنطق السليم في تعريف المصالح والمصالح الكلية، ليست مصالح جزئية، ليست مصالح تتعلق بالعراق فقط، وإنما المنطقة، إيران، الدول العربية، تركيا، كذلك الشرق، الغرب، الولايات المتحدة، أوروبا، الملف طويل، متداخل، معقد، بقوى كثيرة وبدول كثيرة. وحاولنا أولاً أن نوجد الوحدة الوطنية، لذلك لم نولي اهتمام كبير لاختلاف وجهات نظر أو اجتهادات مختلفة داخل الصف الوطني، لكن انطينا أهمية كبيرة أن الكل يشارك في البحث والاجتهاد وإدارة الملفات حتى كنا نكون على مسافة واحدة وفهم واحد وفهم مشترك لهذه المسألة. لا أنكر مرينا بأيام وأسابيع معقدة، صعبة، مؤلمة، مؤسفة، قدمت فيها خسائر كبيرة وشهداء كثيرين من جانبنا وأيضاً من الآخرين، لكن في النهاية الآن نستطيع أن نقول أننا نقترب إلى رؤية موحدة في هذا الملف. كان هناك مكالمات مع كبار المسؤولين الأمريكيين مباشرة من قبل مسؤولين آخرين، ومؤخرا قبل 3 أيام اجتمعت بالسفير الأمريكي وأبلغني عن قرار استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وذكر لي أن يوم غد سيسلم مذكرة رسمية من الخارجية الأمريكية إلى الخارجية العراقية، وهو ما تم فعلا. لم نفصح كثيرا عن المضامين قبل أن نصل إلى
قناعات وتبادل وجهات نظر ومحاولة أن نستثمر هذه الفرصة أقصى استثمار للوصول إلى اتفاقات. إحنا يهمنا اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا. أؤكد أن أجرينا اتصالات كبيرة جداً داخل العراق لتهدئة الأوضاع، لأن هذا الملف لا يمكن أن يتقدم في وسط أجواء من الصراع والتنازع ووجهات النظر المختلفة. خلال الفترة الماضية أيضاً جرت عمليات انسحاب واسع من القوات الأجنبية في عدد كبير من القواعد، بحيث اليوم لم يتبقى من وجود سوى في 3 قواعد، ومعظم المعسكرات الأخرى، الجناح الذي كان يحتل التحالف الدولي سواء دول الناتو أو القوات الأمريكية، تم تسليم هذه الأجنحة إلى القوات العراقية بمراسيم رسمية، وهذا أمر مهم أن كل شيء يجري تحت ظل القانون والنظام. اجتماعنا اليوم هو لبحث الرسالة اللي استلمناها من الجانب الأمريكي. رح أقرأ فقرات من هذه الرسالة وندخل لاحقا في نقاش عن تفاصيل المطلوب من الجانب العراقي، سواء من حيث جدول الأعمال أو من حيث الوفد المفاوض أو من حيث التوقيتات، وكل هذه الأمور التي تهم شعبنا. مقتطفات من الرسالة المستلمة، يعني هي تبدي بديباجة نعتبرها إيجابية جداً بالإشارة إلى الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون الموقع في 20/2/2008. تقترح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إجراء حوار استراتيجي مع حكومة العراق في بغداد يومي 10 و11 حزيران. لحرجع على هالنقطة، ليش 10 و11 حزيران؟ إن الغرض من الحوار هو التوصل إلى تفاهم متبادل بشأن مستقبل التعاون الأمني والاقتصادي الذي يشكل أساس العلاقة الاستراتيجية الثنائية. كجزء من حوارنا حول التعاون الأمني، فإننا سنناقش إعادة نشر القوات الأمريكية من العراق، من العراق، ليس في العراق، من العراق. سيرأس الوفد الأمريكي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، وسيتضمن ممثلين من وزارة الدفاع والخزانة وغيرها من الوزارات والوكالات ذات الصلة. تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسمية وفد عراقي رفيع المستوى ومخول للقاء هذا الفريق. لقد أنجزت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق الكثير معاً، بما في ذلك تحرير جميع الأراضي العراقية من ويلات داعش من خلال العمل الشجاع لقوات الأمن العراقية بتمكين من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العراقي والأراضي المحررة من خلال الآليات المتعددة الأطراف التي تقودها وتمولها الولايات المتحدة الأمريكية. مع وجود تهديدات جديدة تلوح في الأفق، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنهارة إلى آخره، يعني فقرة أن تتلقى الولايات المتحدة الأمريكية والعراق كشركاء استراتيجيين من أجل التخطيط للطريق إلى الأمام. هذه الرسالة المستلمة.
من الجانب الأمريكي. إما التوقيت 10 و11 حزيران، وسألنا هذا الشيء، سألنا وزارة الخارجية العراقية التي أوضحت أن الولايات المتحدة اتخذت قرار أن 30/4 كان موعد انتهاء، يعني تقديرهم لانتهاء أزمة الفيروس كورونا في الولايات المتحدة وإعادة الحياة الطبيعية، ثم مدد الأمر إلى 15/5. لذلك تقدير أن تكون اللقاءات في منتصف حزيران هو أمر طبيعي يتعلق بسهولة التحرك وسهولة الاتصال وغير ذلك. احنا الآن بعد ما قرينا هاي الرسالة أو محتوياتها الأساسية نشهد أن هذا التطور مهم في تناول هذا الملف بشكل صحيح وسليم، وهو ما كنا نتمنى، وهو ما طالبنا برسائل عديدة رفعنا إلى المسؤولين الأمريكان لتحديد مستقبل العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس كان هناك تصريح لوزير الخارجية بومبيو، كان تصريح إيجابي حول العراق وتماماً امتثال لروح هذه الرسالة، ونعتقد هذه التطورات مهمة. العراق يحتاج إلى أجواء إيجابية مع الجميع. العراق دائماً أكد أنه لا يريد أن يكون أرضاً لصراع إقليمي أو دولي. العراق يجب أن يكون نقطة لقاء بين الأطراف المختلفة. لا أخفي عليكم، احنا بذلنا جهود كبيرة جداً أيضاً مع الجارة إيران، نعرف الأحداث اللي صارت وصعوبتها على الجميع، وصعوبة اليوم الوباء الذي يحل بالعالم ككل وبنا جميعاً، والكل متفهم أهمية التهدئة في العراق وأهمية الوصول إلى مسارات واضحة صحيحة تراعي مصالح الشعب العراقي. بالنسبة أن هاي هي الأولوية، لكن أيضاً تراعي مصالح المنطقة والعالم وأصدقائنا جميعاً.